النهاردة خليكم معانا على راديو إعلام مفتوح. النهاردة أول يوم في البث التدريبي للراديو، يا ريت يعجبكم إن شاء الله. وماله لو الليلة ترنا بعيد وسيبنا كل الناس، أنا يا حبيبي حبيبي. ونظرة على المنتدى، نبص كده من جوه ايه الموضوع. وحبك ماليني ده الاحساس، وانا هنا جنبي اغلى الناس، انا جنبي احلى الناس. أول حاجة نبص على منتدى الإعلاميين ونشوف كاتبين إيه. أول مقال للكاتب محمد فهيم عبد الغفار السيد، نحلم على كتفنا. تاني مقال أحمد محمد عبد المقصود إبراهيم، وبعنوان ملحوظة. وتيجي دينا عبد الكريم حسن محمد بموضوع غريب شوية، كيف نتعلم السحر. تيجي تنمو مضيات إعلام جيهان عماد الدين حسين حشاد بمقال بعنوان العيد فرحة وأجمل فرحة وعديات. كل سنة وانتم طيبين دايما إن شاء الله. خليكم معانا على راديو إعلام مفتوح وبث تجريبي. في انتظار مقترحاتكم وافكاركم وبرامجكم، عايزين نقول يا جماعه احنا اعلام. وكل ما فتحنا الحياه نرجع للمنتدى تاني. كتب لنا هشام عبد الرازق حسن حسين عن المنتدى مقال بعنوان بعيد عليكم بعيد عليكم سوري. حبيبي اللي بدي عشان اصدق اللي انا فيه، والحلم بقى حقيقة يا جماعة. وبنقول للناس اللي لسه أول سنة تخش كلية إعلام ثانوية عامة 2009، ألف مبروك ورجالة شدوا حيلكم. ومعانا مقال تاني في المنتدى بعنوان عاش سعيد، أحمد عبد الموجود فرج علي عبد النبي. يا ما كان لسه قبلك بقالي زمان، خلاص وهحلم ليه، أنا هنا جنبي أغلى الناس، أنا جنبي أحلى الناس. ويكتب لنا إسلام عبد الشكور يوسف الشرقاوي في المنتدى الإعلامي، أرجو التواصل بطالب أو طالبة. الكينج الكبير محمود محمد حسنين مدني، مشرف الإعلاميين في المنتدى، كتب لنا مقالة جميلة جدا بيهني فيها الناس بعنوان عيد سعيد وفين الكعك يا شباب. مبقاش كتير في وقت برنامجنا، بس بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين. حبيبي
ويكتب لنا مدعي تاني مقال تاني بعنوان أستاذة إيمان عبد الرازق سلامتك، وإحنا بنقول لك سلامتك. وننتقل للمنتدى الإعلامي، المنتدى الاجتماعي عفوا، ونشوف كاتبين ايه. جيهان فاروق حسن علي الجندي، مقال بعنوان كل عام وأنتم بألف خير. محمد فهيم عبد الغفار السيد، العيد السنة دي، ده مقال عنوانه. حبيبي جاي يا أجمل فيك وكل ماذا تحلم حالك. السيد جمعة أحمد العيسوي، موقف أضحكني. وكتبت لنا أسماء حسين حافظ أمين، مقال بعنوان كل عام وأنتم بخير. وكتبت لنا جيان عماد الدين حسين حشاد، باركوا وهنوا سوا واتمنوا، وديات كتير كمان. كل ما تحلى والنظرة سريعة على طلابنا في الخارج، لقينا كذا مقالة جديدة باسم الكاتب جيهان عماد الدين حسين حشاد. أهلا أهلا بالعيد وعليا كمان، كل سنة وأنتم طيبين. معنا ميشيل منير بسيلي، كتب مقالة جميلة جدا، تهنئة للزملاء بالعيد، كل سنة وأنتم طيبة. كتب لنا أحمد عز الدين حسن مسعود على المنتدى مقالة جميلة جدا بعنوان كلمات من القلب ولها. وماله لو الليلة تبنى بعيد وسيبنا كل الناس، أنا يا حبيبي حاسس بحبك فيه، ماليني ده الإحساس ولا هنا جنبي أغلى.